السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم متابعينا بكل خير. اليوم معنا تغطية لتويوتا لاند كروزر 2022 فئة جي آر سبورت. كما تلاحظون تأتي هذه الفئة بقنوط مختلفة مكحلة باللون الأسود، أيضا التعليق مختلف. والدواسات الجانبية أيضا سبير، مخرج الشكمان، مثل ما تلاحظ السيارة من الداخل شعار جي آر على المقود الأمامي. كراسي الصف الثالث مخفية تماما، لمبات السقف LED. لاحظون كيف الكراسي الخلفية مخفية، فتح الشنطة، العالي أوتو، تنبيه الرجوع إلى الخلف، مانع انزلاق، كاميرات محيطية دفلوكين، تشغيل المساحة أوتوماتيكي، التكييف منفصل في الخلف. شكل السيارة